بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الله أيام هذا سبحانه وتعالى متسكدب قبر دي أدون تهدو حلوي دي أين الله بلوي دي في السماء، من أنا؟ أنت رسول الله، اعتقها فإنها مؤمنة. لا إله إلا هو ما يسندهن. قرآن سبع النبي يرهدن لا إله إلا هو ما يسندهن. نبى النبي قوي مد مركز وحوي أشهد أنك رسول الله. مركز رسول كحوي وهرنا واكد أنت. مركز رسول كحوي رسلوا على صاحبكم. صاحبكم كنت كذب النبي قوي صلى الله عليه وسلم. مركز أرمها صورا حين تصنعيان وحواي. ضد لا إله إلا الله بس إلا هاي محمد رسول الله يوم كدرين. مركز على أقبل إياه. دبا لا اله الا الله محمد رسول الله دحايه معناها مركاسا موقتهي ان لا اقبلين انه لا ديديا ارمها سو دن waxay u baahan yihiin in la fahmo rasuulka waxa uu aqbali jiray islaanimay ehede xuruuf gaar ah iyo alfaad gaar ah ma aqbali jirin alfaad gaar ah kuma qasbaneen alfaad badan oo dad ay ku islaameen ba dadka qaarna laga yeeli jirin oo laga diidi jiray taa waa in la fahmo marka macna arintaas in la fahmo وحي وحواي مهم أطهي يعني إسلام كني إن نسفي عن أفهمنه وحيا بها آتك أغيابك بدنا الشيخ ناصر وقوها اللي وحا كمده هذا الكي زهري وكسور هراي وهاي قفك أدون كيسي ويديي ومركا أويري لا إله إلا الله هندو يراهدو فإن قالها هندو يرهد باللسانه عرف كيس أوكي يرهد لا إله إلا الله ولم يعرف ذلك بقلبه علم أوسن أولهين وحلق وضه أوسن قرنين معنه هذي كورن ويدي مركز أوحو يري هديو عرف أوكي يرهد فهو مسلم واي أرنتاس أحواي قرآن كيول ردنا يواي تكذيب القرآن ينقون إسابة معنا قرآن كباوحو شردنا يا علم شردنا يا معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أرنت أمرك قرآن كبابك هور إيمان إسابة قولك علمتنا وحواي وحالد لي شداه مركي أدل ذي قرآن كهدي أحاديث تميل الصور ديغو بيكدب بياني أي قرآن كلاقا مهور مريو قرآن كي وحلق فهم وين قول شيخ لقا ما فهم أيوه marka inta qowl aqwaashii culumada lagu wareersan yahay in quraan la ridii arin khatar ah waaye la ilaaha illallah wax laga wado inay caay tahay inay amaan tahay inay iimaan tahay inay islaanimo tahay aan war loo hayn oo cilmi loo lahayn baa lagu islaamay arintaas waxa waaye riduudul quraan bay noqonaysa waa arin khatar ah macna marka taana waxa waaye sheekh nasir nasiha ahaan inuu taas dib ugu noqdo oo iska saxa وفي عن تهي إنه يعني عرف كده فين والله جيابا بل أنت بل آتها أوفيري معنا يعني كتاب القرآن كأه يسنة الرسول كميزان أه أقواش وحي معناها سنة كتاب وافق يا لقاته وحي كسوهر إيمانا يلا مقاته تامرك إن لفيري ويا أما أقواش يعني معناه هذا اللي فهمن أما هدي ناس كخلاف سنتها واتورس لبداس أم بيمن نغني سامعنا مركا تاسنا وحنديه لها بل آتها السيقه بيو شيخ إن شاء الله تعالى من باب النصيحة كودا إن شاء الله. كليب كان كدل تابنا هي كليب كهر ريا ويسكم يعني دويه ونم. مركان ير أجان في رينا وح لقها الله اللي قتش وجو وح كتيرة هذا الباتري مركا صور هذا يبعد كهذا الشيء. ورت مركا ورا ولد. أرو إمام الزهري وح بك ما صور هذا. أرين تام بعشرة كأنت جارن معيو. إمام الزهري أرو وح بك ما صور هذا. aan waxa weeyaan garan maayana qowlkan aad radinayso cidii laga soo rarayba aanad fahansanayn ama cidii laga soo rarayba aad si fiican u dhageysan nooc ma yar degdeg ba ku jira aru imaam zuhri imaam la yiraahdo oo wax ka soo raray ma jiro raxmatullahi alayhi imaam zuhri waa jiray laakiin aru isaga waxba kama soo rarin abu ishaaq al-fazzari sheekhi loo jira sheekhu islaam oo qarnigii labaad culimadii noolayd ahayd culimada ustalaf kamida aya imaam oo zaaciib su'aalo weydiinayay ninkii markaa waxa weeyaan adoonka ahaa ee markaa weynaa isagu deey mukallafka ahaa waxa weeyaan wuxuu rifaaduhu ila islaam
فإن أبى فبيعه من شئت منهم. وقول الإسلام كمركا حدود دي ذا عدد دون تكئيبي. وإسلامه أن يقول لا إله إلا الله. إسلام كي سنوى إنه إله ذا لا إله إلا الله. أبو إسحاق الفزاري بوا حوله وحنقول إذا قالها يعني لا إله إلا الله بلسانه هذو كلمة كذا واقع عرف كيسة ولم يعرف ذلك بقلبه أنو مركا قلبي سنك جرن ما إسلامي قال إذا قالها بلسانه فهو مسلم هذو عرف كذا واقع مسلم ثم تعلمه بعد أنت كذب بعض بريسا وهذا الواضح آيات قرآن ستوحة المركة وحلق قهر إيمان إياه وذي يربر شيء هذا الك وذاتك أنا نمجي عيسى بس حين نوع ما واحد صفو ضيدة هاتنا نوع ما تكلفه كل شلو إن هذا لك يسيء وبرش دو أن لك وذات وحبا هذا الكاترين واحد حصوص إمام مالك أن قصراسي وإن صحت هضيع الصحري أيادني وقت جيسي النولابة وحويدي نبو سؤال ويدي مركز سيد موحا كوشا سيد الرسول كويلي مثل سيد إمام مالك مركز سيد حديث شاكتا ما سيد إمام مالك مركز شاكتا سيد إمام مالك إمام مالك ساقا كاقا أقوم بدن سيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبه أقول آيات القرآن كيد أدوكو أخي السؤال ما أنت عجمي وقت جان شوغا أدنو فصير يسو وحنو كاقا كالسوري بدن هاي إن الآيات كوي مكمل سود دقينا قرن جن جماعات جماعات ككمل كوي سود دقينا قرن جي كوبات عليكم بالأمر الأول أرسن تي كوبات علماء دين وقت جان نوريد آيات سنت المام صباح كهري ما نيو تناقض إنما شفته إسلام كحكم جامر كلاجها الله يو قف كشهادتين كواحد يو كل واقع أما قرينا أما الشعيرة من شعائر الإسلام أي كم وقته ومسلم أرنت أستنا إن شاء الله إن أطلق ضو إسكو ضي بسم الله كليب كان هدي وحي الان دول استاغو ناصر سلفي وحو يري امام الزهري اني وخبا كما سو رارين ارين كاس مشات ككنتي انو ما اقانو وارنتا امام الزهري وخبا كما دان سو رارين اني لفتي دنا وما جيدين سبق اللسان واي معناها تا سبق اللسان اي هذه أوزاعي ذات أري وحكا صوررتي مركا أوزاعي بوسكي سيبا وحنكو قال دي لسبق اللسان واتاس أنا ولفتي دي ساس وأفهم ساني لكن وحاواي سبق اللسان واي ومغس دين تاس واسداس عفوا وحي سبق اللسان أنا وحن أملينا يا إن هدا مغتهي أيسا ميزان وين لهن سببتو وحنك سوقا دينا أرهن كليب كادو كجرتي أنا قاعد سبق لسانه أفهم كم هل ما نتعقيبين مثلاً قصة عن رجينا يعني هاي إمام الشافعي قصة كذا عادي آيات شيختي مركز واحد سري أبو حنيفة كذا عادي مركز تاسو كلو وسبق لسان أديك بكل بداية وكجرتي مركز تاسو كلو وحوى إذا هذا ميزان ملها وفق وحي وجه دبا لقى هلا يا وحوسن وقصدين هدي عرب ككذفه أيضا تاس وحوايا وحنو ملينا يا وحميزان وهذا سامك وصينا يا ملها قصيدة هذا أديق سبق اللسان وكاد فين وحي هاد إمام الشافعي بأرضي دي سلف دي سؤال اللي ويدنا يا علم أه ننقر وين أوسن أقول بس أكفر يستي مركز وحو يرمان توحى فرس وفريستي عالم متبحر أه وحوايا خطر ويا ومان تو إنك علم بدنا كله فدي بل وقع أدب ومكتهي يعني شعور احترام بودريمي ننكن وواء مسيو نن هلا يو دخسن لفهم يا من قانن مدو بدن بو آمسنا مركو حو يري ننكن قرك وين وكو آمسن ولا ماشا علم وافر دياب وإسيري أصيب وشعور كادريم أي بسؤاله اللي ويدنا يوحى سوق غلي وحوك هلا يي قاب كل وضع هارا قادنا يي يو تيمم كي يو هندي بي اللو يي بدل كود ان تيمم كي لباريسنا يو مركز انكي قرك ويناي او لغا بقى يوحو يري هندي بي اللو يي شيخو وحا تري عيدا لغو بدلا والا باريسنا يا هندي عيد لو يي سيلي يلا يابو يري
إمام الشافعي مركز لغها في التسدو ويري هذا إيه واجبتين أنا لغها في التسدو نك عيد ويا حق يكون اللي هيبو يراسك صاروا المجوب مركا تاسدا سايهد تاسدا مركا وحرجينا يا إمام الشافعي أنا يهد أبو حنيفة ويا تري مركا تاسدا سوق لسانا كسوق عادني وحاسو كلو مكتهي وحلا فهمي كرو ويا معنا تاس مركا سيدا سوق عدور دارنا سوق لسانا يهد waxa soo haaray arintan oo waxa waaye la ilaaha illa allah oo aan macnaheedi la fahmaynin oo aan la garanaynin wax allaala wax laga wado inay habaar tahay inay amaan tahay in maxan ku sheegaa hadaf laga leeyahay inay laqwi tahay qof aan kala fahmaynin baa ku islaamaya sheekhu arintaas waxa waaye waa midii aan isku haynay min bidaayi ila nihaaye وحواي إن شرك وطاء وحان أو وطاء إنه برنا إنه مؤكته لا إله إلا هو يكسبناني سأن كلا أقول إن إسلام كسو جلادي إسلا أيد ونفسها وواي مركز تاس عندنا وحان نقول إنسا أنت يا هري أن أصور له ناي إن المحن كل شيء كسو عليو آيات القرآن بان كياني ولا إله إلا الله قفك إسلام ما ي إن وح الله جود أو فهم ما ي أي شرط التهي بان كو كياني آيات القرآن واي cilada jirta waxa waaye aayadihii qur'aanka agtaada miisaanka ma laha anigana aayadihii qur'aanka ayaa agtayda ku weyn qur'aan haduu yeelo wax kale in loo gudbi karo ma arkabo qur'aankiyo yeelo intuu kugu cuslaaday waa intaad xaaba gur aadiba wax un khilaafi kara cidii mugtahay wax kasta si kastaba ahaatee siiqo un khilaafi karto carabi ah ama nin waa uu yiri baa raadinaysaa taas marka waxa waaye cilad jirta waaye حابد أتسو قريسو وإري وافق دا محكم كي قرآن كأها يمنزل كأها وإني وافق دا هدى يوافق ويسا محاوي هدى يوافق ويسا وحاوي درب قال ورفنا يا إمام الشافعي هذا الكيس واي وحاوي هذا الكي قد كهر يمال حديث كصحيح ها درب يقول رفتو إذا صح إذا صح الحديث فهو مذهبي مركز سيدا صار لغا ربا أديق معنا وحواي قفك بلا آدم كهذا الكيس يؤخذ ويترك ميزان معها معيارك شرعي قولك شيخ معها آيد محكم كأها دي أو خلافه وقال لك التقايا حتى ميلوك خلافه ما بها ينبو يعني علماء السيء يرى هذين يفهم كاذي يكل الدون فهم كاذي بقى واحد ربطاه إن وحواي قد أمد دي درسة اختموك تمعنا مرك آيد داس ماشاس آيد قرآن أوكيونا وحان إلي لا إله إلا الله إلهي وحو أشر ديي إن علم اللوليهي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أيان كياني فعلم أنه لا إله إلا الله بان كياني أخرين تاسوحة تري لو جوجين ما يه علم لآن أيضون وحبال لغو أوغيان وحل لغو أن لفهمين لو إسلام أيا أخرين تاس مركة وحوايا وحبادان وكوسو العليي aayadaha quraanka ah istixfaafka ku sameeyneysa arintaas waxa waaye meel u yeelid bay ka rabtaa al imaam bukhari bab dhan uu sameeyay oo ah cilmiga inuu ka horeeyo amal iyo qowlba amal iyo qowl labadaba inuu ka horeeyo al ilmu qabla al qawli wal amali marka hore waxa waaye waa inaad cilmi u yeelata kelmadan kadibna aad ku amal fashid waaye التحلي بعد تخلي هذه أنا واحد رتا أنا ديجا دكتور التحلي قبل تخلي لبس الشذا يسقر حنتا وحي كذب بيسا اسم نظيف اسم نظيف قداش يدوي إيمان كان ولو أديك سدا كفر جمركي اللي جبها كذب بعد ما إلهي له رميا مس كفر قاعد هذا وتأ إلهي رمي ليسا لا صاص معها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هل أنت صاص واي معناه أرنت واساس أن يعبد الله ويتنب الضغوط واي أرنت مرك وحواي التحلي بعد تخلي مركا ليه قفك أصغون عذيان وانتمها خراميهين واندها درحان يعني ليهين ودريرك يكبح أفكيس كسورين يهي مي وصول بسنة يو اسخر حنايا مي وانو صوع عذيدا تمها اسكشن ليا وحواي وجي اسكردقا اسسو نديفيا لبس مركز وقدم بيا لبس مركز وقدم بيا
ماشان الذين كفروا شركوا طاغوت كي ولا وتي لا اله الا الله انسحيسا ايضا علم الله لهن وخ لا ودو اي وخ لا الىلنا اي وخ برناي ان جرام ايضا لا اوغين با لو اسلاميا ارنتاس شيخو ميل ويلد باي كاربتا قرانك وا كوغو سو علعلي وا كوغو سو علعلي وا كوغو سو علعلي لا اله الا الله قول كليغيس اون عمل لهن اون عقيده لهن انيسن وخ با ترين مسلم لا لو نكون كارين arintaas wax badan aan kaala hadlay ilaa iyo haddana waa soo taagan tahay quraanka marka hadii aadan u arkeynin inaan laga gudbi karin oo wax quraanka ka hadlay aan la iska qaadan karin haddii u arkeysid bal haddana si kale aan ku dayno ijmaacul ulamaa baan ku andana la ilaaha illallah ulamaadi ijmaaca ibn mundhir ah bal aan fiirino ibn mundhir wuxuu leeyahay la ilaaha illallah da qaabka loogu islaamay iyo kaafirka sidoo islaamku ugu soo galay markuu ka hadlay wuxuu yiri ajmaa kullu man nahfadu anhu waxay ku ijmaaceen dhamaan dadkii ahlu cilmiga ahaay oo cilmiga ka soo xifdina ama aan ka soo barane ala anna al kaafira qufka gaalka ah idha shahida la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qufki gaalka ah handuu qiro waxaan qirayaa لا إله إلا معبود حق لو عبدو إنو سنجرين إلا الله اللهم هنا وأن محمدا نبي الله محمدنا عبده الله أدون كيس إنو يهي ورسوله رسول كيس رسالة الله آمن إنو يهي أيان قرأ يا هندو يرهد وأن ما جاء به محمد حق وحو البؤ نبي محمد أولي من إني حقيهين أيان قرأ يا هندو يرهد وأبرأ من كل دين خالف دين الإسلام inaan biri ka ahay diin walba dhaqan walba caqiido walba oo diinta islaamka khilaafsan inaan biri ka ahay ayaan qiraayaa hadduu yiraahdo wa huwa baaligun saxiixun yaqilu asagoo qaangaar ah caafimaad qaba aan waalneen oo maskaxdiis ay caafimaad qabta annahu muslimun qofkaas inuu muslim yahay baan culimmadii ka soo baranoon ka soo xifdinay buu yiri ayna ku ijmaaceen ijmaac waaye فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا بوير انت مركي اسلام كيس لوغو سوغو كبعدي هدي قال نما اي كسو ديرسو او شركي او لافتا اما ارين اسلام كيس بورنيس او لافتا كان مرتدا مركاس كبعد اسلام كان كسارينا بل اجماعا شيخو هدنا محاكله ما وددت ايلها مريسي بعد مرينيسا مسخوغا اسو وا كسوكيا تا كور qaabka islaamka loo soo galay waa taasa qofku waa inuu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah yiraahda wax allaale wixii nabi muhammad la yimid inay xaq yihiin si duub ah qalbiga uu ku qabsado dhaqan walba iyo diin walba oo islaamka ka soo horjeedana waa inuu biri ka noqdo nadiif ka noqdo wa shirku diinun yukhalifu diin alislam taasan dadan u fahamsaneen waa cilad kale adyaanta laga biri noqonaayo oo laga baxayo oo laga islaamayo shirkiga koow ah shirki nin wata shirkigu waa diin ogow waxaana shardi ah laa ilaaha illallahu macaanideeda ka mid ah albaraa'atu min kulli diinin khaalafa diini alislaam arrintaasaa waxaad rabtaa qowl keliya inaad iiga dhigtid oo qowl lagu soo galo ijmaacul culamaana waa kanaa قول ماشي ميال قول عقيدية عمل با ماشي يال إجماع واي إسلام كسيدا صار لغو سوق غلا حدنا مركي لسوق غلا ابن مونغدر إيو رجي كهر إيو إجماع أو كسور هراي دفاع إذنك أتحرنا إيسان وتحالي شيغي صلى الله يدو حوا دفاع عن حرنينا دفاع ماشي ميال العذر بالجهل إيو انتفاء موانع إيو وتوفي الشروط إيو وحوا يمؤكتي هدي ألو كورن يهي أن محايا هي تكفير المعين إيو wixii aad akhrin jirteen ibnu mundhir iyo culimmadii salafka ijmaacoodii ma akhrinayo ogow maxay yiraahdeen intaas markuu ku islaamay kadib fa in rajaca bacda dalika fa adhara alkufra kufri uu muujiyo waaya kaana murtadan murtad buu noqonayaa marka horena qaabkii islaamka in lagu soo galay aad u taqaaneen qaab salaf aad u leedihiin ma laha salafka noo ballanayso hadday aad ma dhihin salafka hadduu nooban la yahay ijmaacu salaf waaye ibnu mundhir wuxuu joogay qarnigii saddexaad qurunul mufadala waaye
رجع وحكبر طي أو إجماع عن كسر رأينا وإجماع الصحابة والتابعين واي أدوق مركب واحد لا ذا هاي بلنتي هداي عن شيء وأكبر حيدة هلا مغلة عطلا ولا دقي سنة يا دبا كل دقي سنة يا أهل العلم يا أدي أنا كلي عن لغة مودة جوجنا إلهي إنه أنا مغلة يا هو كسر يا أرنتان واحد هذا هداي بلنتي عن أديك أفكار كل شيء تقول حاتري أيده القرآن كي أحاديث وأتفهم وينه أذين كي أنا وح النار دحية وحوي فهم سلف صالح صما سلف صالح إجماع ودواكنا قابك إسلام كله سو قال يوش يجن يقابك إنك أتوش يكتن مس وافق سنتهاي وح إسلام كله جبحة يدفعي أدو حريسن ولا جموع بحاء الله هذين وأنت سو قاشن أتكين ريسن وحير هذين فإن رجع بعد ذلك فأظهر الكفر كان مرتدا وح دفاعي قاشن لي هذا مجران سو دوا وشيخ ولي كليب كيوم كجرا waxa way kama bixin waxba ii dhinay clipka ugu dheeraaday sheekha wuxuu yiri adigoo cajami ah oo waqtigan joogo oo moogtahay aakhiru zaman joogo tafsiirka aayadaha aad ku fasireysa ama macnaha qaabka aad u dhaliisaneysa waxaan ugu kalsooni badanahay dadkii salafka ahaay sida ay u fasireen iyo tafsiirkoodii iyo qaabkay u fahmeen ayaan kaaga kalsooni badanahay وأنا سيدا أن كوشيغا يو أنا غا يوافق سيهين بويري أرنتاس وأرنتا أنكا لا أهي أن آد أغباهان أهي آياده إنا خلاف سنة هاي أما تفسير كي سلف كأي كوفة سيرين إنا خلاف سنة هاي بها داي عدات ولا لو ما قس دينين وحواي خضاء وحواي أنا غو إسلاقو من باي أرنتا إغا دعري وما قس دينين لكن إتس وعبد الله ولا تشركوا به شيئا إن قول كليجس لقوا دون عمل عقيدة أي شقق لهن واتن إده أن يعبد الله واجتنب الضاغوت إن قول لقوا دون عمل عقيدة أي مش كجرنا أيضا أي شقق لهن وحوى أيضا شرك لقوا الإسلام كرا أما أيضا كراهية الإيمان والتوحيد لقوا الإسلام كرا واتن إده فمن يكفر بالضاغوت ويؤمن بالله تفسير كذا واكن قول بس هالجو ذا بدون عمل وعقيدة تنبالو إسلام ما يواتنا تفسير كذبري بيكو قرنتهاي ابن كثير بيكو قرنتهاي معالم تنزيل بيكو قرنتهاي قرطبي بيكو قرنتهاي كتاب دي إسلام كإجتص تفاسير إسلام كوات الله آياتها التوحيد ككهر الله يصدق أن إذا أن أفسر أيه حدا الخلاف سينهين على الرأس والعين واستكبار ومجره ورالو إتص أما هدي لغو آيو أو آياته سيدا أنيغا أنشيغا يأي وافقان ورالو بالله عليك نفسد هذا مؤبقي ساهو إلهي مو إسلامي ساهو وحان ميسك الديني ساهو شركي الدفاعي سي عند الآنت ميسك الديني ساهو معنا أرين تاسوا تاس هل كاسا إغتال لأنيغا إنيغا حقي إغا دياران كأهي آياتها أن أخينا أي معنه هذا ماشا أن كخلافي ولا لو فرت يقول طابة أنا فقير وآ أديك هو مدنينا نفتي لا ودنينا يا أرنت كلا أو أتري وحوي أرنت أن أنكوشي جاي بل أنا لقد أسكت ذي باتري ولا لو أسكت مدي كريها ودر قننا إجا قنع لكن أنا لقد أسكت ذي تصدق سين قنيس أما لقى كره وح أتشي جلس وح عن لقى كره أما حتى أن هويسن كره معها هودر قننا إجا قنع إيجا قنعي دين هان إيجا قنعي آياته تفسير كود إيجا تص أنا ديار وآه إن أن آياته راعه أنا دوغ مجره إلهي درتي با إيجا تاهي أهلين تاس هكا صورة قشو ماشي آياته أنك خلافي إنت آيات أنصوقات تفسير كأنصاري ماشي أنك قل دفرتي إيجا تابو سلف كفسيرين قاكو أفسيريو أنك أن خلاف سنها إيجا تص أنا تنزل أنا ديار وآه إلهي بان أدون وآه